فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إثراء النقاش وطرح الإشكاليات العملية التي تواجههم عند التعامل مع هذه. هناك فراغ تشريعي ونحتاج لسن قانون. هناك قانون بإنشاء الهيئة العامة للتعرف على المفقودين والشهداء أفريقية وعربية، وبالتالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكهرباء والاتصالات مشكلة المفقودين هي الحقيقة مشكلة تعاني منها جل المحاكم الآن، خاصة بعد ثورة 17 فبراير أصبح هناك العديد من الأشخاص مفقودين ولا توجد أي حلول تؤدي إلى معرفة أحكام القانونية لهذه المشكلة. وبالتالي كانت هناك نبض الفكرة من دكتور ضو بغرارة لإعداد بحث في هذا الموضوع والمناقش وطرح هذه الإشكالية على المختصين سواء القضاة أو النيابة العامة وإيجاد الحلول العملية والعلمية لهذه الإشكالية، وهل هناك فراغ تشريعي يمكن تغطيته في هذا الجانب. نأمل أن تخلص هذه الندوة إلى توصيات تحال إلى الجهات المختصة لتبنيها سواء كانت بمعالجة النصوص التشريعية أو إيجاد حلول مستعجلة لحل هذه المشاكل. أصبحت الآن المحاكم الحقيقة هناك العديد من القضايا أصبحت تتراكم داخل المحاكم لهذا الموضوع موضوع المفقودين. هذه الكلمة تطغى على السابع مفقود لم نستطع أن نتعرف عليه عند المضي في مسائل المفقودين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة الحضور، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوتنا لحضور فعاليات الندوة العلمية. هناك أتذكر حالة في سنة 2015 ليست في الجانب العملي، ولكن كيف يتم الحسابات؟ طبعا محاضرة اليوم اللي هي تداعيات ظاهرة المفقودين في ليبيا بين الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي. طبعا إشكالية أحكام المفقود مسألة نادرة، ولهذا دائما لا تحظى بتنظيم تشريعي خصوصي، وإنما تدخل في مسألة أحكام الميراث وأحكام الزواج والطلاق وأحكام الفقه الإسلامي. عندما تكون ظاهرة في أغلب المجتمعات تعالج هذه الظاهرة في وقتها بتدخل تشريعي. في ليبيا معالجة الظاهرة بتدخل تشريعي في بدايتها غير منتبه إليها، والآن عندما انفكت أو حصلت الإشكالية في الأجسام التشريعية أصبح من الصعب المعالجة التشريعية. هذا أظهر الهيئات القضائية لأجل اقتراح المعالجات بحكم السن. أعتقد فقط شيء